Good morning يا خامس، how are you miss؟ إن شاء الله يا راي خامس تكونوا بخير. خامس، إحنا في عنا اليوم مراجعة الوحدة الثانية، ال meanings ببدأ اللي هي life in the past. ال meanings إيش مالها؟ مهمة جدا. ال meanings إيش مالها يا خامس؟ مهمة جدا. ال meanings طبعا عربي وإنجليزي، ركز أنا بحكي لك عربي وإنجليزي يا خامس، ماشي يا مس؟ ال meanings اللي في التكست، ال meanings اللي في النص عنا مهم جدا، ماشي مس؟ المينينجز ايش ماله مهم جدا. طبعا القطعه مش داخله لكن المعاني كلها داخله. القطع انا ما راح اجيب لك هاي القطع، القطع راح نركز على الوحده الثالثه والرابعه، اما قطعه الوحده الثانيه والاولى لا ما راح ناخذ منهم اشي، لكن المعاني كلياتهم ما مس داخلين، ماشي مس؟ بعيد كمان مره، المينينجز مهمه جدا. هلا عندك هذا التمرين مهم جدا اللي هو إضافة الـ ER والـ OR. هذا التمرين إيش ماله يا خامس؟ مهم جدا في الامتحان الفاينل. إيش ماله؟ مهم جدا يا خامس. عندك أيضا من القواعد المهمة عندنا اللي هي قاعدة use to، اللي هي إيش حكينا عنها؟ قاعدة use to، إيش بيجي ورا use to؟ الفعل إيش ماله؟ من غير أي إضافة، أوكي؟ حكينا، ولما يحط لها نفي نفس الشغلة، إيش الفعل؟ إيش ماله؟ بكون بدون أي إضافة. القاعدة إحنا شرحناها، القاعدة مهمة. هون بحكي لك انه يستخدم used to او didn't used to كمان مرة. هاي التمرين القاعدة هاي مهمة، ما كيف تعمل جمل قاعدة used to؟ احنا اخدناها مثلا نضيف السبجكت used to والايش الفعل بدون اي اضافة، ايش معناها هاي القاعدة مهمة؟ اكتب لك اياها، هل هي عندك used to زائد الفعل بدون اضافة، ايش معناه الفعل بدون اضافة. كمان عندك مرة تانية قاعدة كيف السؤال، ترتيب السؤال، ترتيب سؤال بيكون عندك مثلاً WH question اللي هو عندك did، السبجكت الفاعل، used to والفعل إيش ماله بدون أي إضافة. إذا ترتيب السؤال إيش ماله عنا مهم جداً، ترتيب السؤال عنا مهم جداً يا مس. كمان مرة يا خامس بعيد هون عندك على القاعدة، لو كيف أنا أعمل سؤال برضو كمان مرة مهم جداً. لما يكون عندك WH question ببدأ في WH question وال did you وبعدين used to والفعل عندك do بدون أي إضافة at the weekend. لما يكون ما في عندك WH question معناته عندي أسأل في إيش؟ ب did. Did you use to help with chores في الكورس في العمل المنزلية؟ إذا إيش معناها عندك القطعة هون؟ مهمة. المعاني كمان مرة مهمة جدا. المعاني مهمة جدا. امتحاننا بإذن الله تعالى رح يكون سهل في حال إنه إحنا درسنا، امتحاننا بيكون سهل في حال إنه إحنا درسنا. كمان مرة هون عندك use to إيش مالها مهمة جدا. هذا التمرين اللي هو عندك المراجعة، meanings مهم، إحنا شرحنا وأخذنا، أوكي. عندك هون اللي هو عندك while was when برضو كمان عندنا مهم جدا. هلا بنفتح كتابنا الورك بوك عشان احكي لك هذا التمرين كمان مره. المعاني اللي فيه مهمات، يعني هذا التمرين المعاني اللي فيه it's very important مهم جدا. كمان مره سؤال المعاني اللي هون عندنا مهم جدا، سؤال المعاني اللي هون عندنا مهم جدا. ايضا يا خامس كمان مره هذا التمرين مهم، والتمرين اللي تحت كمان مره مهم يا خامس. عندك قاعده use to مهمة جدا، قاعدة use to مهمة جدا، متى بستخدم use to متى ما بحط didn't use to كمان عندنا مهم جدا. بعيد كمان مرة هون اللي هو سؤال did كيف ترتيبه، لما يكون في عندك تعمل سؤال did use to did والفاعل use to مع الفعل بدون أي إضافة، وإحنا طبعا شرحنا، ماشي مس؟ هون كيف بعمل سؤال did، ترتيب سؤال did. هاي هون كمان مرة what did you do to play مثلا، برضو كمان الإجابة بكون أنا بحكي عن بلاي بكون فيها عن بلاي شو بدك تعمل، الإجابات مهمة، أوكي. خامس كمان مرة عنا هون التمرين اللي هون عنا إيش ماله مهم جدا، سؤال did use to didn't use to إيش مالهم يا خامس؟ مهمات جدا، مهم جدا يا مس. وإن شاء الله يكون امتحاننا سهل وخفيف عليكم، ويعطيكم ألف عافية. أي سؤال بعتلي،
اي اشي مش فاهمه راجعي الوحده، يعني انا صورت لك فيديو كيف تراجع، راجعي الوحده مس، راجعي المعاني، انه انا ان شاء الله يوم الخميس هبعت لك ورقه مراجعه، ماشي مس؟ ورقه مراجعه اللي هي انت ايش شامل الوحد. يعطيك الف عافيه.